الكولاجين هو اهم واحد في مين؟ ها؟ في الستراكشر بروتينز. تمام؟ طيب يبقى طبيعته ايه الكولاجين؟ ها؟ بروتين. هو بروتين. تمام كده؟ طب ادام بروتين يبقى هو ايه؟ ها؟ امينو اسيد. يبقى بسايد تشين زي مين؟ زي الهيموجلوبين. زي مين؟ فاكرين الهيموجلوبين؟ كان امينو اسيد وعاملين أربعة بولي بيبتايد تشين ومع بعض عاملين البروتين. تمام؟ لما من حيث الشكل نقسمها بروتين جلوبيولر، يعني مكورة كده نشوفها في الأشعة السينية لما نصور الجزيئات نلاقيها عاملة زي الكور كده مدورة، ده زي الهيموجلوبين. وفي بروتينات تانية نقول عليها فايبروس بروتين. فايبروس يعني البولي بيبتايد تشين اللي مكونة للبروتين ده واخدة شكل ستريت، واخدة شكل الفايبروس ممدودة على آخرها، فتلاقي النسيج اللي بيتكون من هذا البروتين ياخد نفس الشكل. يبقى اذا الكولاجين من الفايبرس بروتين، من البروتينات الليفيه اللي بتعمل الالياف في الانسجه. تمام؟ يبقى بالتالي هو نوعه ايه؟ مش ام سي كيو، فايبرس بروتين مش جلوبولر بروتين. تمام؟ وده من حيث الايه؟ شكل البولي بيبتايد تشينز مع بعض. تمام كده؟ طيب وظيفه الكولاجين في جسمنا بيدي حاجتين، سترينث قوه وفلكسبيليتي مرونه. تمام كده؟ طيب الكولاجين كام نوع؟ هو الصح هم 30 نوع. هو هنا قال لك في الكتاب هو اتليست ما يقلش عن 20 نوع، يعني يمكن الكتاب كانوا جايبين معلومه قديمه او حاجه. تمام؟ فانت ملتزم باللي عندك. تمام؟ فهم هو بيقول لك على الاقل 20 نوع، هم اكتر، هم 30 دلوقتي. تمام؟ يبقى هو انواع كتيره قوي. في نوع تايب 1 اهم، اكتر واحد فيهم هارد، واكتر واحد بيعمل لي البون، بيكون لي العظم. تخيل العظم بتاعك اصلا طلع عباره عن كولاجين، يبقى العظم بتاعنا البون عباره عن كولاجين تايب 1، يبقى ده اكيد اكتر نوع فيهم هارد وسترونج. تمام كده؟ اوكي. الكولاجين بيتفرز من خلايا في الجسم اسمها فايبروبلاست، سمعتوا عنها في الهيستولوجي؟ فايبروبلاست من اسمها، يبقى خلايا بتفرز الفايبرز، بتفرز الكولاجين. تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ الاوريجين بتاع الكولاجين. طيب بيترتب من ايه الكولاجين؟ الكولاجين 3 بولي بيبتايد تشين. الهيموجلوبين كان كام؟ 4. الكولاجين 1000 امينو اسيد. الهيموجلوبين كان كام؟ حد عدهم؟ 574. تمام؟ البروتينات من الجزيئات الكبيره اللي في الجسم. عندنا اكبر بروتين في الجسم بتاعنا هو الثايروجلوبولين، البروتين اللي موجود في الغده الدرقيه، ده 5000 امينو اسيد. فالكولاجين 1000 امينو اسيد، يعني حاجه محترمه جدا. انت متخيل مركب ده جزيء، ده جزيء كولاجين، جزيء واحد، مولوكيول واحد. احنا عندنا يعني الاف الجزيئات اللي عامل لنا انسجه، عظم، تخيل فيه كام جزيء كولاجين. تمام؟ وبالتالي الجزيء الواحد 1000 امينو اسيد، يترتبوا مع بعض ويعملوا لي 3 بولي بيبتايد تشين. طيب لما هيجي الكولاجين يشكل نفسه في الفراغ، يعني يعمل سكندري ستراكشر وتورشر ستراكشر، هيلف ازاي؟ السكندري ستراكشر عرفناه من البروتين كيمستري ان هو يا اما هيليكس يا اما بيتا بليتد شيت. لا، الكولاجين البيبتايد تشين هتلف هيليكس، بس هيبقى عندها مشكله. لما انت بتيجي تلف الهيليكس من صوب السبوره بس مفيش قلق، خلاص مفيش قلق. طيب لما اجي الف هيليكس في طبيعي عشان يبقى رايت هاندد بنعمل ايه؟ بنلف. انا عايز اعمل سوسته، فانا بلف هيليكس حلزون عشان ما يفكش تاني، بروح ممسكه هيدروجين بوند مع اول واحد امينو اسيد في اول لفه، مع امينو اسيد مثلا في رابع لفه، وبعدين اعمل هيدروجين بوند مع الامينو اسيد اللي في رابع لفه مع الثامن لفه، وهكذا عشان تبقى سوسته، عشان يبقى حلزون، يبقى هيليكس. طول ما انا بلف سموث كده، الامينو اسيد كلها مشتركه في تركيب حاجتين كلهم زي بعض، كل الامينو اسيد كلهم عندهم كربوكسيل جروب وكلهم عندهم امينو جروب، بيختلفوا بس في الالكيل جروب اللي هي بتميز كل واحد عن الثاني، الار اسمها الار. تمام؟ فالهيليكس لما يلف سموث كده وزي الفل ورايت هاندد والفا هيليكس والكلام الجميل ده، لازم عنده شرط ان انا كل اللي داخل لي جوه الهيليكس بتاعي هو الكربوكسيليك جروب والامينو جروب، هما دول اللي جوه، والار دي المختلفه اللي مش اللي هي مش شبه حد، دي كل واحد بتاعته يعني مميزه، دي تبقى بره الهيليكس، تبقى بره عشان ما تعمليش انتربشن او ديسربشن للهيليكس. اوكي؟
الكولاجين مشكلته ان لما تيجي البيبتايد تشين بتاعته تلف معظمه برولين امينو اسيد. معظمه ايه؟ طب ايه مشكله البرولين؟ تعرفوا عنه ايه؟ امينو. يعني ايه امينو؟ يعني ان اتش بس، تمام، مش ان اتش 2. طب ايه المشكله؟ لا ده هي جزء من الار. عارفين الار؟ المفروض ان انا الامينو اسيد واقف كربونه في النص، على الجناح ده كربوكسيل والجناح ده امينو والار لوحدها، تمام؟ اتفقنا كده كل الامينو اسيد كده ما عدا البرولين. الان اتش مش لوحدها، ده هي جزء من الار. يعني داخله في الحلقه هتلاقي كده حلقه وان اتش فيها وكربوكسيل لازقه فوق دماغها كده. فالامينو جروب اللي هتعمل لها هيدروجين بوند في الهيليكس لازم مجبره ادخل الار جوه الهيليكس. لازم تدخل، لان انا ما بعرفش اعمل السوستة الا بهيدروجين بوند ما بين ال ان اتش امينو جروب والكربوكسيل جروب. فانا هضطر في الكولاجين لازم البرولين الار بتاعته هتدخل تعمل ديسربشن. يعني ايه؟ ما يعرفش ابدا يلف رايت هاندد، يعكس الاتجاه ويلف ليفت هاندد. ده السبب. يبقى الكولاجين من البروتينات اللي البيبتايد تشينز بتاعته كل واحده لوحدها تلف ايه؟ ليفت هاندد. ليه؟ لانه مليان برولين. وبالتالي البرولين ايه مشكلته؟ هو امينو. يعني ايه امينو؟ ده ان اتش مش ان اتش 2. طب وايه المشكله؟ لا ده هي جزء من الار، داخله في الار، وبالتالي انا حشرت الار في قلب الهيليكس، وده مش طبيعي في الهيليكس. في الهيليكس الار بتبقى متطرفه بره، لا مالهاش علاقه. كل الهيليكس الريبونس بتبقى ما بين السي او والان اتش 2، تمام؟ وبالتالي يبقى كل واحده منهم لوحدها هتلف ايه؟ ها؟ ليفت هاندد. كل واحده هتلف ليفت هاندد. وبعدين بعد ما كل واحده تلف ليفت هاندد، هما الثلاثه مع بعض هيعملوا لي البروتين. فهم كل واحده كانها حبل بقى خلاص كده، مع بعضهم بقى يعرفوا يلفوا رايت هاندد، يعملوا لي هيليكس جديد. هما الثلاثه مع بعض يلفوا مع الرايت هاند، تمام؟ ونسميه رايت هاندد سوبر هيليكس. يبقى الاولاني ليفت هاندد هيليكس، ده اول بدايتنا خالص، كل واحده لوحدها. لو قال لك الام سي كيو اتش فولي بيبتايد تشين، كل واحده ليفت هاندد. لكن لو قال لك الثلاثه مع بعض بيلف رايت هاندد سوبر هيليكس، لان ده هيليكس اتعمل بعد هيليكس قبليه سوبر، تمام؟ يبقى احنا البروتين اللي معانا النهارده الكبير قوي اللي هو الفا امينو اسيد، رتبوا نفسهم في صوره ها 3 بولي بيبتايد تشين، كل واحده لوحدها سيبريت هتلف ليفت هاندد. وعرفنا ليه؟ لو بقول لك اكسبلين، فسر لي ليه الكولاجين ما بيعرفش يلف رايت هاندد؟ لانه ريتش ان برولين، والبرولين مشكلته ان الامينو جروب انفولفد ان الرينج بتاعته او الار جروب، وبالتالي هتعمل ديسربشن للهيليكس. ما بيعرفش يلف رايت هاندد، يلف ايه؟ ليفت هاندد. والثلاثه مع بعض يلفوا ايه؟ السوبر رايت هاندد سوبر ايه؟ سوبر هيليكس. طيب احنا عرفنا معلومه من حضرتك انه مليان برولين، مليان ايه تاني؟ مليان امينو اسيد تاني اسمه اللايسين، فاكرينه؟ ده عباره عن ايه؟ تصنيفه ايه في الامينو اسيد؟ بيزك. برافو، بيزك امينو اسيد، تمام؟ يبقى انا عندي برولين ولايسين. ربنا يخلق انزيم في قلب الانسجه اسمه برولين هيدروكسيليز ولايسين هيدروكسيليز. بيعمل ايه من اسمه؟ هيعمل او اتش هيدروكسيليز. هيدروكسيليز يعني بيحط او اتش، يعني بيضيف او، بيحط او اتش على المركب. هيدروكسيل جروب، بيضيف هيدروكسيل جروب على المركب. فالبرولين يبقى اسمه هيدروكسي برولين، واللايسين يبقى اسمه هيدروكسي لايسين. وخدناها في الموليكيولر في الترانسليشن، لما قلنا ان بعد ما البروتينات بتتصنع وتطلع مشفيه كده بروتين، انا بعمل له بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، بعمل تعديل كيميائي لشكل البروتين كيميائيا. يعني هضيف عليه جروبات، يعني اضيف عليه حاجه، اضيف عليه سكر، اضيف عليه او اتش، اضيف عليه فوسفات، اضيف عليه اي حاجه ما كانتش موجوده خالص وهو بيتصنع في الريبوزوم. ده اسمه بوست ترانسليشنال موديفيكيشن. من الاكزامبل بتاعنا، ما اعرفش ده اتذكر هناك ولا لا، هو الهيدروكسيليشن لللايسين والبرولين في الكولاج. يبقى ده مثال لايه؟ بوست ترانسليشنال موديفيكيشن. يبقى انا ممكن اجيب لك سؤال واضرب لك عصفورين بحجر، ادي لي اكزامبل في المنهج عندك لبوست ترانسليشنال موديفيكيشن، هتجاوبه منين؟ الكولاجين. واكيد كان في امثله هناك، الفوسفات
كوفالنت موديفيكيشن صح؟ ان انا الانزيم انشطه بالفسفره او اشيل منه الفسفره تمام؟ خدتوا الكلام ده؟ ده برضو ايه؟ بص ترانسليشنال موديفيكيشن. يبقى فكره البص ترانسليشنال موديفيكيشن ان البروتين كان طالع بروتين صافي بالتارجت شين بس، الريبوزوم ما بيعملش حاجه غير انه بيمسك لي الامينو اسيد جنب بعض. اي بقى حاجه زياده تعديل كيميائي هيحصل بعد ما يخرج من الريبوزوم. تعديل اسمه بص ترانسليشنال ايه؟ موديفيكيشن. فالاكزامبل اللي عندنا النهارده في الشابتر هو هيدروكسيليشن اوف إيه؟ عندنا بروتين بقى كبير الكولاجين، كل اللايسين والبرولين اللي عنده يحصل لهم هيدروكسيليشن، معظمهم يحصل لهم ايه؟ هيدروكسيليشن. طب في شويه لايسين ما حصل لهمش هيدروكسيليشن، يحصل لهم اوكسيديشن، نأكسدهم وهيكونوا لي مركب ايه؟ تاني. يبقى احنا دلوقتي ايه؟ طب ايه ليه بنعمل كده؟ ليه نخلي بدل لايسين هيدروكسي لايسين؟ ليه برولين نخليه هيدروكسي برولين؟ ليه؟ الاو اتش دي طبيعتها ايه؟ بولر ولا نان بولر؟ بولر. لما انا اخلي الحاجه مور بولر يبقى انا قصدي اخليها ايه؟ مور ايه؟ مور سوليبل. اخلي فيه فلكسبيليتي في الموضوع، ما يبقاش الدنيا هارد كده والدنيا ممسكه ببعض ومفيش حركه ولا في روابط ولا في ميه ولا وجفاف ومفيش، ما ينفعش. فالدنيا عايزه مع القوه يبقى فيه مرونه، خليك شخصيه قويه لكن تكون مرن، تبقاش قفل، تبقى شخصيه زفت وقفل، يعني لازم يبقى فيه الاثنين تمام. في ستريس وفي ايه؟ فلكسبيليتي، لازم يبقى فيه فلكسبيليتي. فالكولاجين مرن وقوي، اوكي؟ ايه اللي عطيله المرونه بقى؟ البولر جروبس اللي مليانه ايه في البروتين تمام. طيب لما اكسد اللايسين قلنا بيحصل له مش هيحصل له هيدروكسيليشن، هيحصل له اوكسيديشن، يتحول لالديهيد. اللايسين لما يتاكسد يبقى الديهيد. طب الانزيم اكيد اللي هياكسده اسمه ايه؟ لايسين اوكسيدايز، يعني بيحط او تمام. طيب الالديهيد ايه فايدته؟ ها لو انا عندي بيبتايد تشين هما ثلاثه، بيبتايد تشين تحتها، لو واحد لايسين في دي بقى الديهيد وقابله في نفس اللحظه قدامه الديهيد تاني لايسين بقى الديهيد، الاثنين يعملوا بوند مع بعض تمام. طب انا في تشين والتشين الثانيه مسكوا بعض ولا لا؟ عبروا لبعض، حصل كروس لينكينج، حصل ارتباط ما بين البيبتايد تشين مع بعض، فده نقول عليه كروس لينكينج. ده يدي ستابيليتي اكتر للمركب ولا ما يديش؟ ها تبقى ستيبل، مور ستيبل، لان انت لو سبتهم كده مع بعض اللي بيلفوا هيليكس مع بعض، بس لازم يبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه روابط تثبتهم عشان ما يحصلش سلايدنج، البيبتايد تشينز ما تتزحلقش من على بعضها، لازم يبقى فيه حاجه لا تبقى مكانها، بحيث يبقى نفس الشكل ده يفضل ستيبل، الشكل اللي هو السوبر هيليكس يبقى ستيبل، ما يبقاش فيه ديستربشن. وبالتالي يبقى احنا اللايسين دلوقتي حصل له صورتين من البوست ترانسليشنال موديفيكيشن، اول واحده هيدروكسيليشن، ثاني واحده اوكسيديشن. اول واحده هيدروكسيليشن عشان مور بولر مور سوليبل، يدي فلكسبيليتي، يبقى في ميه في الموضوع، يبقى في الكولاجين بس حواليه ميه. ليه؟ للمرونه، عشان التيشو ما يبقاش فيه جفاف واحتكاكات وحاجات، لان ده عضو تمام كده، فبالتالي لازم يبقى فيه مرونه في الموضوع تمام. والاوكسيديشن لللايسين ها الديهيد عشان يعمل عندك انزيم اللي هو اللايسين هيدروكسيليز والبرولين هيدروكسيليز. قال لك دي انزيمز محتاجه كوفاكتورز، محتاجه عامل مساعد. ايه هو؟ فيتامين سي. فيتامين سي، وده بيفسر لك، وانا ممكن اسالك سؤال غير مباشر، اكسبلين ان نقص فيتامين سي بيعمل بليدنج من الجم مثلا، بيعمل مشكله في هشاشه في العظام، بيعمل مشكله في الماسلز، ليه؟ ها مين اللي اتاثر من نقص فيتامين سي؟ الكولاجين. على طول اجابه كلمه واحده، اي حاجه اقولها لك في السكيرفي، يعني هو مرض الاسكربوت اللي هو نقص فيتامين سي، اي عرض اقول لك عملوا فيتامين سي قول لي ديفكتد في الكولاجين ستراكشر. الكولاجين ما بقاش فيه الهيدروكسيليشن، بقى اقل في البولاريتي، بقى اقل في السليبيليتي، بقى اقل في الفلكسبيليتي تمام كده؟ وبالتالي وظيفه الكولاجين تتاثر، فالتيشوز ما تبقاش عندها المرونه، اي انجري تبوظها، اي حاجه هشه ما عندهاش القوة ولا المرونة اللي كان المفروض الكولاجين يديها لها تمام كده؟ يبقى نقص فيتامين سي أي مشاكل منه بسبب ديفكت في تصنيع الإيه؟ الكولاجين، ما عرفتش أعمل البوست ترانسليشنال موديفيكيشن تمام؟ طيب الكولاجين ده مولكيولز، قلنا جزيئات بروتينات تتجمع بقى، محتاجة أعمل نسيج، هعمل عظم، فلازم ها يحصل ارتباط ما بينهم كلهم ويبداوا يعملوا لي حاجه اكثر تعقيدا، يعمل لي فايبريلا، يعمل لي ايه؟ يبدا بقى شكل الالياف هيبدا يبان اهو،
يبقى كولاجين مع كولاجين مع كولاجين يعمل فايبرين اللي هو تصغير فايبر، صوره مصغره من الفايبر. والفايبرين بقى بعد ما يتعمل جنب بعض جنب حزم حزم بقى نحزم كده كل ها كام فايبرين مع بعض يبقى فايبرز، تعملي ليه فبقى الايه الكامله بتاعه النسيج. تمام؟ يبقى انا لو انا هاخد قطاع في عرضي او ما اعرفش قطاع ايه ده في النسيج ها اقطعه كده هنلاقي ايه، هي الاول كان فايبر كانت ليفه كبيره عليها جوه عباره عن فايبرلز. طب هاخد الفايبرز دي وتحت الميكروسكوب بقى اكتر اشوفها ايه، يطلع كولاجين. طب اشوف الكولاجين بقى من جوه كمان اشوفه يطلع ببتايد تشينز. طب البتايد تشينز تطلع امينو اسيد مليانه لايسين وبرولين وهيدروكسي لايسين وهيدروكسي لايسين هيدروكسي برولين والديهيدز. تمام كده؟ يبقى احنا كده في الاخر بدات بامينو اسيد ها ثم تايد تشين ثم كولاجين مولكيولز ثم فايبرل ثم فايبر ثم التيشو بتاعك اللي هو بقى قد يكون البون قد يكون البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه اي حاجه محتاجه جدار قوي او تيشو كونكتيف تيشو قوي هتلاقيها كلها ايه كولاجين. تمام؟ يبقى ده شكل الايه الكولاجين وتركيبه. البون هو احد الانسجه اللي بيكونها الكولاجين. تمام؟ طيب كام؟ 1. النوع الاولاني في الكولاجين هو اكتر واحد هارد فهو اكتر واحد مناسب ان يبقى يعمل لي البون. اوكي؟ طيب البون لما نتكلم على مكوناته هنقسمها حاجات اورجانيك وحاجات انورجانيك. طب احنا قلنا ان هو الكولاجين، الكولاجين الاورجانيك والانورجانيك. الحمد لله. ليه؟ البروتين، البروتين والكربوهيدرات والليبيدز اورجانيك. كل اللي انت حاطه المنهج بتاعك اورجانيك لان هم كلهم عندهم مايكرو كاربوهيدرات. تمام كده؟ طيب والايه اورجانيك؟ كالسيوم فوسفيت دي المعادن دي المينراليزيشن. فالعظم دايما في حاجتين، في حاجه اورجانيك وفي حاجه انورجانيك. طيب الكولاجين هيعمل نسيج العظم نفسه يعني البون نفسه ده الهارد ده كله. تمام؟ طب والمينرال ده ماده اسمها الهيدروكسي اكتين. اسمها ايه؟ هيدروكسي اكتين. دي تشكيله كده من املاح المعادن دي كلها. تمام؟ طب المعادن وظيفتها ايه؟ مينراليزيشن البون. بيدي بيدي ان انت تعرف اسمها وبيدي قوه. تمام؟ بتدي اسمنت يعني عندك الاسمنت انت عندك خلاص بنات ولازم تحط الايه على الوش كده كانت طبقه اسمنت علشان تمسك الدنيا ببعض اكتر. ده المينراليزيشن. عشان كده نقص الكالسيوم بيعمل اشعه الضوء بيقلل القوه الستريس اللي اكتسبت بسبب المينراليزيشن. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا بقى البون كتركيب كتشو اورجانيك وايه؟ وين اورجانيك. عندنا طب نقسمه ازاي؟ ها؟ الاورجانيك 30% والاورجانيك ده 90% ولا 95 كله. يبقى عندنا اورجانيك وايه؟ الاورجانيك كام؟ كمل ال 30% دول كام؟ كل ده 95. طيب والباقي؟ نعم كولاجين بروتين. يبقى العظم ما فيه اقول لك مثلا ام سي كيو العظم فيه كولاجين بروتين اونلي في كولاجين بروتين وفي نون كولاجين بروتين بس مين اللي معظم البروتين؟ طيب وان ايه هو الافضل حاجه؟ طيب وانا وظيفه الكولاجين ان جنرال ايه؟ سترينس تمام. طيب الابيتيت ها؟ لسه قايلينها هو المينرال لما عمل الاملاح مع بعض زي كالسيوم وهيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد. طيب في شكل للمينرال دي لما نشوفه تحت شرايط الهيستولوجي بيبقى عامل زي كريستالات نلاقي كده شكل كريستال. عارفين عارفين الكريستال؟ الحمد لله لقيته معقد ده. تمام كريستال. الكريستالات دي بقول لك دي بقى تكوينها ايه؟ تكوينها دايما بيكون كالسيوم فوسفيت او كالسيوم هيدروكسيد. يبقى مين المسؤول عن الكريستال شيب بشكل البون تيشو تحت الميكروسكوب؟ هم كالسيوم هيدروكسيد وكالسيوم فوسفيت. تمام كده؟ التيف طيب يعني بتتكون من ايه؟ ثلاث طبقات.
ها البلب جوه ولا بره؟ جوه. فيها ايه؟ الزجاج والنار. وبعدين الدنتل وبعدين الانف. تمام؟ ايه الفرق بينهم؟ طيب خلاص يا ولاد، نتكلم بقى من حيث البايو كيمستري، من وجهه نظر البايو. تمام؟ هنتكلم على كولاجين، فاكيد هنركز في كل واحد التكوين الكيميائي بتاعه، يعني كل واحد فيه ايه كيمياء، احنا كيمياء صح؟ فانا بديك من وجهه نظري انا، انت هتاخدها بقى في الاناتومي وهتاخدها في الهيستولوجي، انت مش وراك حاجه غيرها، انت هتقعد 5 سنين تدرس في دي، مش عارفه بتعملوا ايه في 5 سنين، مش عارفه يعني يعني مفيش الا هي يعني مش فاهمه، فانا هكلمك من وجهه نظر الايه؟ الكيمياء. اوكي؟ خلاص يا اولاد. يبقى عندنا البالب، بعدين الدنتل، بعدين الانيمال، وفي حاجه مغلفه الايه؟ الروت بتاع السنه اسمها السمنتا. اسمها ايه؟ السمنتا. المعلومات دي انا عرفتها يعني عشان وانا بحضر الشابتر يعني. تمام؟ فاحنا ما نعرفش اي حاجه عن الاسمنت خالص، حتى في الاناتومي في الهيد اند نيك كان عندنا في الهيد اند نيك اناتومي كان في شابتر ماوس يعني الاناتومي، قالوا لنا مش عليك بتاع اسنان. فطب نعرف اي حاجه يعني اي معلومات ما فيش. تمام؟ بس بقى خلاص، بس انا حفظت المعلومات اللي عليكم. يلا يا اولاد نبدا. يلا الانيم اللي لونها ايه؟ ابيض. تمام؟ ابيض ولا ابيض؟ ابيض. تمام؟ يبقى الانيم البيضه ومليانه ها مينرال، اكترهم في المينراليزيشن، اكتر واحده فيها كالسيوم، اكتر طبقه فيها الكالسيوم، وبالتالي هي اكتر واحده هارد. الهاردست وان فيهم كلهم. تمام كده؟ يبقى الهيدروكسي ابيتيت، فاكرين لسه قايلين هيدروكسي ابيتيت في البون، والعظمه ما هي بون، هي نوع من انواع العظام. تمام كده؟ فالتيز فيها الهيدروكسي ابيتيت، اعلى تركيز هيكون في مين اكيد؟ في الانيمال. تمام كده؟ يبقى هي مليانه كالسيوم. الهيدروكسي ابيتيت فيها كام؟ 95 او 96%. تمام؟ يبقى 96% من تركيب الانيمال هيدروكسي ابيتيت، يعني هي كالسيوم، هي عباره عن شويه طبقه كالسيوم كده اتحطت فوق الايه؟ فوق السنه. تمام؟ وبالتالي هي اكتر حاجه ايه؟ هارد. طب ال 4% ووتر بقى واورجانيك مولكيولز والباقي، لكن هي يعتبر هي كلها هيدروكسي ابيتيت. طب العظم العادي كان الهيدروكسي ابيتيت يمثل منه كام؟ 50%، يعني العظم بتاعنا ده نصه منرال، نصه معادن. تمام؟ طيب لكن انت جاي محاضرتي انا ولا قصدك محاضره ثانيه؟ دي باي كيمستري. انت عايز باي كيمستري؟ هي محاضره الساعه 11 ولا 12؟ طيب الحمد لله على السلامه. تمام. تمام يا اولاد. يبقى احنا كده ايه؟ يبقى الهيدروكسي ابيتيت في الانيمال 5 او 96% من مكوناتها. طيب يبقى هي كده اكتر حاجه هارد، اكتر حاجه سترونج. طب الدنتن لونها ايه؟ اصفر. تمام كده؟ طيب اكيد الهيدروكسي ابيتيت فيها برضو بس اقل من الانيمال. كام وكام؟ 70% هيدروكسي ابيتيت في الدنتن، والباقي نقسمه 20% اورجانيك و10% ووك. تمام؟ يبقى احنا بنقارن دلوقتي. طبعا انا مش عارفه السؤال هيجي ازاي، بس انا هسالك كيمياء. اقول لك الكومبوزيشن، الكيميكال كومبوزيشن بتاع اللايرز بتاعت التيث. يعني هدور على الكيمياء في الموضوع. ايه الكيميكال كومبوزيشن بقى؟ يبقى هتقول لي بقى الهيدروكسي ابيتيت، الكالسيوم، الكولاجين، الووتر، الحاجات دي، هي دي الكيمياء بتاعتي، ده بتاعتي انا، اوكي؟ من وجهه نظري انا. وبالتالي يبقى الدنتن يلو كلر 70% هيدروكسي ابيتيت، فهو اقل في الهاردنس عن الانيمال، يبقى سوفت اكتر. تمام؟ و 20% اورجانيك مولكيولز و 10% ووتر، لازم يبقى في ووتر عشان الفلكسبيليتي. اوكي السيمنتوم قلنا حوالين الروت بتاع السنه وهو اضعفهم، فاكيد الهيدروكسي ابيتيت هيبقى اقل من الاثنين 45%. يبقى السيمنتوم فيه كام هيدروكسي ابيتيت؟ 45%. تمام؟ 33% ها اورجانيك، والباقي بقى كده كام؟ باقي 22 ووتر. تمام؟ برضه لونه اصفر يعني اكثر سوفتر زان الاثنين، يعني هو اقل في الهاردنس عن الدنتن وعن الانيمال. تمام؟ البلب قلتوها هي كافيتي مليانه بلاد فيزلز
ونيرفس. تمام؟ بيدخلوا ازاي للبلب؟ من هولز، من فتحات في الايريكس. تمام. تسوس الاسنان حد يعرف بيجي ازاي؟ معلوماتكم العامه. ان انا عندي البكتيريا لقيت وسط ملازم، لقيت وسط ملازم في الماوث عشان تتكاثر وتعمل الاكشن بتاعها. طب ايه الوسط الملازم للبكتيريا؟ الازاز، الحموضه. طب انا ربنا خلق عليا سته كده فريسه للبكتيريا؟ لا، ربنا يحميه يخلق لنا الصلايبا مليانه الكلاير مكاليك. الكلاير مكاليك. يبقى التصور الفكره كلها ان يبقى في ازاز. طيب في اطعمه معينه ناكلها تقلل الاسيدتي، تقلل القرويه، تقلل من الصلايبيشن. في اطعمه ناكلها تقلل افراز الصلايب. يبقى دي بتدي فرصه افضل للايه؟ للايه؟ تمام؟ تاني حاجه في ادويه. لا دي نوع عينها. في ادويه معينه تعمل جفاف في الفم زي الاكوبين. الاكوبين ده دواء لما نديه عشان ينقذ الناس اللي هتكون خلاص بيقف وبيبطا، فندي حاجه تصرف على القلب شويه، ده بيعمل جفاف شديد في الايه؟ في الكونستيبيشن بتاعت الجسم. فده ايه؟ ادويه معينه. في امراض معينه تاثر على القلويه زي السكر، مرض السكر. مرض السكر اكثر ناس عرضه لتسوس الاسنان بسبب ايه؟ عندهم سكر اصلا عالي في الانسجه، وبالتالي البكتيريا بتتغذى وبتنعمش عليه. وكمان عندهم مشكلة في قلوية الصلايبة في الألكالينج. تمام؟ وبالتالي لما الصلايبة تقل القلوية بتاعتها هتزيد الحموضة. طيب الحموضة زادت أو الحمضية زادت في الموت، لازم يبقى ليه بقى مادة مغذية للبكتيريا اللي هي السكريات، كربوهيدراتس. البكتيريا بتحمر السكر، يعني تحمر السكر يعني تأكسده. بيدخلوا عملية اسمها جلايكوليسيس. جلايكوليسيس يعني بحرق السكر عشان أطلع منه طاقة. تمام؟ فالجلايكوليسيس ينتج عنها في احد الستبس بتاعتها لاكتيك اسيد. حمض الايه؟ يبقى كمان يعني مش كفايه السلايفا قلت، يعني الحلويه قلت، ده هي هتحرق لك السكر وتتفقعه وتتبع لك اسيد. عشان توفر لنفسها وسط مناسب للتضاعف في الجسم. فالبكتيريا بتنعش وتبدا تتكاثر، بعدين تبدا جدا في مخك وتبدا تاكل منها. دمش تعمل دمج في التيشو بتاع الايه؟ بتاع الاسنان. وبالتالي التسوس فهو الا عباره عن بولز، فتحات بتبدا تظهر داخل السن، النسيج نفسه بدات تاثر على التيشو الاستابيليتي بتاعته والتكامل بتاعه. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي في التسوس لو انت عايز تعالجه، تعالج التسوس وتعمل ايه؟ يعني مش بقى لاي فتحه تروح مدخلها الماده بتاعتك ما اعرفش ايه هي وايه وتقفلها، واكيد الماده دي مش مناسبه لمرض البكتيريا، وكان مش مشكله. يبقى احنا هنعمل الاول، لو سجلنا فضلنا ناخد سكريات وما عالجناش الفتحات دي، الشتا هتتفسد. في ناس بتاكل كده زي ما هو يعني خلاص اهي ما تفيش، من كتر الدمج وانه ما لحقهاش الاول خالص. تمام؟ وبالتالي العلاج الثاني ان انت تزود افراز الصلايبا، ان تغذى الحاجات اللي بتقلل الصلايبا، فبنعالج امراض اللي سبب في مشكله في الصلايبا. تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ ده التالت كامل. طيب الفلورايد بمناسبه التسوس عندك في البدايه، ليه بيضافوا الفلورايد على معجون الاسنان؟ ليه الفلورايد بيضافوا عشان طلب الاسنان؟ طيب هو نفس صح بيعمل ماده، يعني هو بيكون فلورايد ابيديت، يعني هو كمعدن او فلورايد معدن عند الكالسيوم والفوسفيت، هو بيشارك هو شخصيا في اللي يعمل مينرايزيشن. دي حاجه. ثاني حاجه ان انا في الجلايكوليز عمليه التحفظ في انزيم اسمه الفينوليز، هذا الانزيم انهبت بالفلورايد، هو قطع السكه على البكتيريا انها تخمر السكر، حتى لو في سكر موجود هي مش هتعرف ها تاكسده او تخمره عشان تطلع حمض منه، لانه قفل لها السكه دي. بيمنع الانزيم ده من بدري، ما يحصلش تحول للكربوهيدرات ولا يتكون الايه؟ الاسيد. تمام كده؟ يبقى الفلورايد بيتضاف على معقول الاسنان لانه بيمنع الجلايكوليسيس، بيمنع ايه؟ الجلايكوليسيس، وبالتالي منع الفرمنتيشن وانتاج الايه؟ وور اسيد. تمام. طيب كل حاجه بتزيد على حدها في الايه؟ بالضعف. الفلورايد زي الفل تمام، انا انت بتنضف كويس بعد ما بتغسل معقول اسنان وبتنضف لحد ما بتبلعوش. مش
كيميكال كومبوزيشن اوف سلايفا، تركيبها الكيميائي بقى بالتفصيل، قلنا معظمه. الحته الزياده بس انها في انواع البروتين اللي فيها، في بروتين مش موجود غير في السلايفا بس، اي سائل في الجسم تاني مش موجود فيه هذا البروتين، اسمه هيستاتين. اسمه ايه؟ هيستاتين. ده مش موجود غير في السلايفا، وهو ده اللي كنا بنحكي عليه دلوقتي، اللي هو ليه انتي فانجل وانتي بكتيريال اكشن، عامل زي المضاد الحيوي الطبيعي، اللي هو لو اي بكتيريا او اي ميكروب مسك فيه لا ينمو. تمام. فيها بروتينات ثانيه موجوده عند السلايفا، موجوده في معظم الفلويدز اللي في جسمنا، زي اللايزوزايم. لايزوزايم يعني ايه؟ انزيمات من اللايسوسوم. ايه اللايسوسوم؟ العضيات المسؤوله عن هضم المولكيول. يعني اي جزيء يطلع في جسمك بيبقى ليه عمر افتراضي، بيبقى ليه ايه؟ عمر افتراضي. يعني في هرمون معين يشتغل دقيقه، هرمون تاني يشتغل ثانيتين، هرمون تاني يشتغل ساعه، انزيم ما اعرفش يشتغل قد ايه. المهم ان الحاجات دي بعد ما تؤدي الوظيفه بتاعتها عمرها بينتهي. طب هتروح فين في الخليه؟ نسيبها في الخليه؟ لا، نعمل لها ديجريديشن، تتوجه. اي حاجه وظيفتها خلصت او عمرها الافتراضي خلص، يتعلم بعلامه كده على دماغه يوجهه كده الى اللايزوزوم، يدخل اللايزوزوم يتكسر وينتهي. تمام. فاللايزوزايم احد الانزيمات بتاع الديجريديشن في اللايسوسوم، وبالتالي نلاقيها موجوده في كل الفلويدز عشان تعمل نفس الاكشن، زي الاميون جلوبولينز، الانتي بوديز المضاده للايه؟ للمايكرو اورجانيزمز او للفورين بوديز او مولكيولز. تمام. كمان في الميوسينز، الميوسينز ده نلاقيه في كل الايه؟ معظم الفلويدز اللي في جسمنا. فيها كمان بروتين مش موجود غير في الدم، اللي هو الالبومين. يبقى الالبومين موجود في البلازما وفي السلايفا. تمام. شكرا.